نظمت خدمة الشباب الجامعي ببراشية دشنا يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري كرنفال علشانك فور يو، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها والقمص أكسيوس الأنبا بيشوي وكيل براشية دشنا وحوالي 120 من الشباب الجامعي. تضمن اليوم عددا من الفقرات الترفيهية والألعاب المائية التي كانت تدور حول محبة الله التي توهب للإنسان كل يوم. نتابع. شايفين دلوقتي مهرجان جميل كده، يعني كرنفال حلو، فيه ألعاب، شباب بيخرجوا الطاقة بتاعتهم من خلال ألعاب بيتنافسوا فيها في روح طيبة حلوة. يعني الصيف خلاص قرب يخلص، ففرصة بقى يعني يستمتعوا باليومين الأجازة اللي فاضلين على أساس أنه هيتلخموا في الدراسة بعد كده، ففرصة يقضوا جو روحي جميل وترفيهي حلو في جو حلو زي كده قدامنا البحر، هواء حلو ومكان فاضي واسع حلو، والبيت جميل. نيسا بتقوم بدور جميل تربوي مش بس روحي. عندنا النهاردة كرنفال فور يو، عندنا 4 ألعاب متوزعين على سيشنات كتير. من ضمن الحاجات تعلمناها التعاون، ان احنا ندخل في بعض او يعني نتعاون مع بعض، الفرق تدخل في بعضها اكتر وتعرف بعضها اكتر. بشكر سيدنا أنبا تكلا على وجوده معانا، ووجوده فعلا بسطنا جدا ومدينا بركة كبيرة. شكرا يا سيدنا. كرنفال فور يو احنا اخترنا الاسم ده خصيصا عشان خاطر نقول بيه ان الكرنفال دوت معمول ليك انت، ومعمول ليك انت. احنا عدينا فيه العاب معينة، طبعا العاب المية كتير خالص، العاب الكالرز موجودة، من اجل ان احنا نثبت ان احنا حتى لو كانت في تسلية، فزي ما الكتاب بيقول ان كانت تسلية ما في المحبة او في المحبة، بالشكل دوت نبقى بنقدم العاب ليها مضمون روحي ممكن توصل برضو اني ده معمول من اجلك. ولو قلنا طب بكام، طب هدفع قد ايه، انت مش هتدفع اي حاجة خالص، هو المسيح دفع كل حاجة. النهاردة في يوم كرنفال فور يو، اسم كرنفال جاي ان احنا بنقدم الخدمة دي لشباب دشنا، وكل ده تحت اشراف الانبا تكلا راعينا وراعي الشباب الاول، وبعده على طول ابونا اكسيوس وكيل المطرانية. احنا بنشكرهم على اهتمامهم بالشباب وكل حاجة بيقدموها للشباب من كرنفال زي كده. بيبقى فيه أربعة تيم، في عدد مش قليل من كل تيم، عدد مش قليل، عدد كويس جدا. في كل لعبة مش بتبقى لعبة وخلاص، بتبقى فيها لعبة حماسية مع الشباب، وبيبقى كمان لكل لعبة في مغزى روحي، وبنقدر نتعلم منه حاجات اجتماعية.